للوقوف أكثر على تطورات المشهد في اليمن في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي وضعف الوضع الاقتصادي للحكومة الشرعية، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي شمسان، مرحبا بكم. لماذا من وجهة نظرك تستهدف ميليشيات الحوثي المدنيين اليمنيين النازحين بالصواريخ الباليستية؟ هي قضت على يعني حياة الكثير من المدنيين، ما سبب هذا الاستهداف؟ الميليشيات الحوثية هي ترتكب منذ نشأتها هذه الانتهاكات من خلال تفجير بيوت الخصوم، من خلال تجنيد الأطفال، زراعة ملايين مئات الآلاف الغام الأرضية. يعني أصبحت الجغرافيا اليمنية خطيرة، قصف المدنيين نوع من الترعيب وإخضاع المناطق لسلطتها، كما أنها تريد من خلال هذا الترويع والاستهداف إخضاع المناطق والقبائل لسلطتها، وكذلك النازحين الذين يلجؤون إلى السلطة الشرعية يتم استهدافهم، بحيث أنه لا يعني يتم الحفاظ على بقاء كثير من الجماهير تحت سلطة الحوثيين، وبالتالي هذا الاستهداف هو منهج أساسي ورئيسي من أدوات الحوثيين في استهداف المدنيين. هناك قصف يومي لمدينة تعز، هناك قناصين يقصفون المواطنين في بيوتهم، هناك ألغام تفجر كل يوم، هناك تجويع، عدم دفع مرتبات الموظفين، كل هذه العمليات، تجنيد أطفال، كل هذه انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أيضا استهداف مارب في هذا التوقيت له أيضا عوامل كثيرة. العامل الأول أنهم يريدون التركيز على محافظة مارب باعتبارها المسألة الأهم، بحيث أنهم لا يتحاورون حول الانقلاب أو حول ما حدث في صنعاء 2014، بل إيقاف الاستهداف في مارب، وبحيث تصبح اليمن مختزلة في مارب وليس هناك مسألة يمنية تم الانقلاب على سلطة شرعية. اثنين، هناك حوار سعودي إيراني وهناك حوار إيراني أمريكي مرتبط بما يحدث. ثالثا، هم يريدون تحسين الموقف التفاوضي لإيران، ولهم من خلال السيطرة على أكبر جغرافيا، ولما لا إذا ما تم السيطرة على مارب، وهذا طبعا ضعيف الاحتمال، لهم مصادر تمويل نفطية ومن الغاز والنفط، وبالتالي يصبح يستطيعون الاعتماد على الذات، كما أنهم يصبحون على مقربة من المملكة العربية السعودية، وباستطاعتهم أيضا التوجه نحو المناطق الشمالية نحو شبوة وحضرموت من محافظة مارب المهمة. وبالتالي هم الآن حاولوا اختزال المسألة اليمنية وما يحدث، وكل طلبات حتى الآن ستلاحظ المندوب الأمريكي ممثلهم يتحدثون عن مارب، لا يتحدثون عن الانقلاب، ولا يتحدثون أن هذه الجماعة انقلبت على سلطة شرعية ولم تسلم السلاح وتنتهك حقوق الإنسان، نظرا لأن المجتمع الدولي يريد الحفاظ على هذه الجماعة كطرف من أطراف النزاع، ويتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان وعمن ترتكبه بحق الشعب اليمني. لماذا؟ أستاذ عبد الباقي، بحسب المختصين يعني هناك يعني وظيفة للأمم المتحدة، وظيفة لمجلس الأمن الدولي، هناك دور منوط به يعني للقيام به من أجل إيقاف أي انتهاكات إنسانية في أي بقعة من العالم، ولكن في اليمن لماذا لا يتم يعني العمل بفاعلية أكثر وبصرامة أكثر وبجدية أكثر من أجل إيقاف هذه الانتهاكات؟ هناك مدنيون يقتلون. هناك علينا التمييز بشكل عقلاني بين الأمم المتحدة كمنظومة حقوق ومرجعية دولية، وبين الدول المهيمنة على القرار الدولي. بالتالي هذه الدول المهيمنة على القرار الدولي تريد الحفاظ على الحوثيين في إطار يعني بقاء إيران مهدد أول، وفي إطار جعل الدول العربية تعود إلى ما قبل الدول الوطنية، بمعنى أن يكون هناك سنة وشيعة وشمال وجنوب، وكما هو العراق يصبح هناك أكراد وعرب وسنة وشيعة يعني. طبعا هي الحرب الرابعة، وبالتالي يصبح الفضاء العربي لا يعني ليس هناك دول وطنية قادرة على أن تستكمل بناءها وصهر هذه الهويات في دولة وطنية، بل يعاد إنتاج الجماعات كما هو الحال في العراق وبقية المنطقة بتمثيل هذه الجماعات في السلطة. بقاء الأمريكان والدول الأوروبية في غاية الأهمية لحفظ السلام، ولكن لن تؤدي هذه التمثيليات للجماعات إلى دولة وطنية، ولن تتواجد مشاريع عربية أو إسلامية وحدوية، نظرا لأن الدولة الوطنية تم
يعني تآكلها وعودتها إلى ما قبلها. لذلك ستلاحظ العراق كانت على قاب قوسين وأدنى من بناء هويتها الوطنية، وقالهم أيضا جيم سبيكر قال سنعودكم للقرون الوسطى، وحاولوا استعادة الهويات السابقة. واستعادة الهوية السابقة يأتي جبريا نظرا لأن الجماعات تريد الحفاظ على سلامتها فتعود إلى مناطقها وإلى قبائلها وإلى عشائرها وإلى عقائدها. ومن هنا بقاء الحوثيين هو يخلق نوع من القلق ويستنزف المملكة العربية السعودية، يجعل المنطقة فيها ثنائية سنة وشيعة وعرب وأكراد إلى آخره، يصبح الوجود الأمريكي مبرر لمكافحة الإرهاب، عدم سيطرة الجماعات الإسلام السياسية السنية على السلطة ليصبح دائما هنالك مهدد يتم استنزافها. إذن المنطقة يعني هناك الآن لا نستطيع أن نتحدث الآن في هذا التوقيت عن مشروع عربي قومي، لا بعثي ولا ناصري ولا أي مشروع عربي، ولا نستطيع أن نتحدث عن وحدة إسلامية. هناك ثلاث عواصم كبرى تتقاسم الدول الإسلامية، ولا نستطيع أن نتحدث عن دول وطنية. تم استهداف المنطقة خلال عقدين وتم إعادتها إلى ما قبل الدولة الوطنية، أصبحنا نتحدث عن شيعة وسنة وعن شمال وعن جنوب وعن سوريا المفيدة. لذلك المجتمع الدولي لا يفتح الملفات الإنسانية إلا لتحقيق مصالح للضغط الدول المهيمنة على القرار. وإسرائيل كم ترتكب من انتهاكات، وهنا قبل يومين مزق ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة التقرير حقوق الإنسان، ونحن نعلم ما هي الارتكابات. هناك تغاضي دولي وهناك مصالح دولية. ما الذي حدث في ليبيا من جرائم حفتر ومن ارتكبوا جرائم حرب؟ لأن هناك وظيفة لحفتر في بقاء، يعني نحن أمام توظيف للجانب الحقوقي لأسباب سياسية، ولهذا يغض الطرف عن الحوثيين لأسباب استراتيجية وسياسية. يعني كيف ترى دور الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة هذه الانتهاكات؟ هل تراها تملك الإمكانيات لكي تواجهها أو تواجهها؟ الحكومة الشرعية فقدت سيطرتها على إدارة الشأن المواطنين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأصبحت متوارية خلف دول التحالف، لهذا ليس لديها موارد. أصبحت الآن تناشد المجتمع الدولي، بينما هي تستطيع كانت أن تقدم ملفات حقوقية وتدعم مؤسسة المجتمع المدني لكشف هذه الانتهاكات وتوثيقها وفقا للمعايير الدولية، وأن تضغط على السلطة الشرعية للدفاع عن المواطنين ولتحقيق انتصارات عسكرية. المجتمع الدولي مهما ناشدته، المجتمع الدولي أو الدول المهيمنة على صناعة القرار لها مصالحها، وبالتالي يعني مهما كانت الكوارث الإنسانية لا يتدخلون إلا عندما يكون لهم مصلحة في ذلك. وهم ستلاحظ كلما في منطقة الحديدة، كلما السلطة الشرعية أرادت أن تستعيد الحديدة يتحدثون عن الوضع الإنساني، يتحدثون أن هناك ستكون كارثة إنسانية، لأنهم لا يريدون أن تتقدم السلطة عليها أن تبقى في موقعها، وعلى الحوثيين أن يظلوا في مواقعهم. إذن حقوق الإنسان يتم توظيفه. اثنين، بقاء اليمن تحت هذا الوضع الإنساني يجعل الشعب اليمني يقبل أي حل يقدم له في المستقبل، وتصبح احتياجاته أساسية وليس سياسية. بالتالي نحن الآن أمام استراتيجية لوفود الولايات المتحدة وبريطانيا إلى المنطقة في إطار الصراع مع الصين، مع بقاء دول الخليج وصراعها على الجغرافيا اليمنية. ومن هنا السلطة الشرعية ضعفها وافتقارها لممارسة السيادة ساهم في هذا الوضع الإنساني الحرج للشعب اليمني. شكرا لكم دكتور. عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.